بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقتنا اليوم وتغطيتنا لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون اللي انطلق يوم أمس ومتواصل إلى يوم غد بإذن الله. هذا المهرجان مشاهدينا اللي ينتظر الفنانين والمبدعين في الإنتاج الإعلامي كفعالية فنية بامتياز، إضافة إلى فرصة إبرام الاتفاقيات والشراكات لعمل أعمال فنية متميزة تثري الساحة الخليجية. أمس تابعنا معاكم افتتاح سوق الإنتاج المصاحب للمهرجان من قبل وزير الإعلام وانطلاق المهرجان على مسرح البحرين الوطني برعاية من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وتابعنا بعد الإعلان عن الفائزين في جائزة الدانا للدراما. نبارك لكل من فاز بالجوائز ونقول لهم تستحقون التكريم. واليوم تتواصل فعاليات هذا المهرجان والتغطية وتغطيته من خلال ضيوفنا اللي راح يثرون حلقتنا لليوم. مشاهدينا، شهد مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تكريم العديد من الفنانين اللي تنافسوا في جائزة الدانا، وجاء ذلك خلال افتتاح مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته 16 الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وتستضيف المملكة البحرين نهاية مايو الجاري بتنظيم من وزارة الإعلام وبالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. نشاهد بعض من مشاهد التكريم في هذا التقرير. أسدل الستار على أول أيام حفل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بنجاح جديد يحسب لمملكة البحرين، بحضور وجمع كبير من فنانين وإعلاميين ومبدعين شهده اليوم الأول من الافتتاح الذي كرم فيه العديد من الفنانين والمبدعين الخليجيين على رسالتهم الفنية ولما قدموا طوال مسيرتهم من فن أصيل كانت له مكانة تاريخية ومستقبلية حاضرة بقوة. وقد كرم الفنان سعد الفرج بجائزة الدانا التقديرية، وحصد الممثل نايف البحر والممثلة ريم حمدان على جائزة أفضل وجه صاعد. أما جائزة أفضل موسيقى تصويرية كانت من نصيب مسلسل سليم عرجون، وعن أفضل ممثل كانت من نصيب الفنان القدير عبد المحسن النمر عن دوره في مسلسل خيوط المعازيب، وحصدت الفنانة شجون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل غسيل. مشاهدينا، حقق المخرجين مناف عبدال وعبد العزيز الشلاحي جائزة الدانا للدراما وذلك على هامش مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في نسخته 16. وللحديث أكثر حول هالجائزة يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف المخرج مناف عبدال. أهلا وسهلا فيك مخرجنا. حياكم الله، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية، قواكم الله إن شاء الله. مخرج مناف معنا؟ اي نعم مناف معك. ألو. في البداية نبارك لكم طبعا فوزكم في جائزة أفضل مخرج اللي حصلت عليها، وأيضا زميلك في العمل عبد العزيز الشلاحي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالتحديد في حفل توزيع جوائز الدانا للدراما، هل كنتم متوقعين هالفوز؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أشكر مملكة البحرين حقيقة على استضافتهم لأجمل المهرجانات، مهرجان الدانا، ولا سمو الشيخ خالد بن حمد ايضا والمنظمين، كان التنظيم جدا جميل، وكانت يعني حتى العرض اللي قدموه شيء يعني يرفع الراس الحقيقه. بالنسبه لمسلسل خيوط المعازيب يمكن بدايه يعني
استعانوا في مناف عبدال كمخرج كويتي يروح المملكة العربية السعودية. هذا شيء كبير بالنسبة لي أنا وسام على صدري، خصوصا في منطقة الأحساء الجميلة الحاملة لإرث كبير ثقافي وفني، شعر، فنون، ما شاء الله هناك يعني مجموعة كبيرة من الفنانين والأدباء تكلمنا يمكن على هذا المسلسل على خيوط المعازيب بالنسبة للبشوت، صناع البشوت. لقيت يعني أول ما نعرض في رمضان مسلسل كان أول أسبوع كان هناك ردود أفعال جميلة من النقاد والجمهور والشخصيات أيضا العامة والفنانين. الحمد لله رب العالمين، جهدنا يعني اللي قدمناه في هذا العمل بين، كان تحضيرنا حلو. أشكر MBC، أشكر المملكة العربية السعودية على هذا العمل الضخم الجميل اللي يعني أنا متأكد راح يستمر لسنوات. ومثل ما يقولون يعني أحد النقاد قال لي هذا العمل راح يكون عمل استثنائي، عمل راح الأجيال كلهم راح يشوفونه ويشوفون تاريخ الإحساء وتاريخ البشوت. الحمد لله رب العالمين. نعم أستاذ مناف، يعني العمل جدا مميز وفرض نفسه، ولكن يعني كانت المنافسة جدا شديدة ومعاكم مخرجين آخرين متنافسين على هذه الجائزة، ومن اللي راح يحصل على هذه الجائزة؟ أنا بس حابة أعرف أن هالنجاح تهدون لمن؟ يعني حقيقة يمكن إحنا وجودنا ترشيحنا لهذا المهرجان الجميل والكبير، هذه جائزة سواء أخذنا الجائزة أو ما أخذنا، وجودنا في مملكة البحرين الشقيقة الجميلة يعني هذا بحد ذاته نجاح. الحمد لله رب العالمين، الله كتب لنا أن نكون ناخذ 4 جوائز: أفضل عمل اجتماعي، وأفضل نص، وأفضل ممثل في العالم محسن من وجهة تحية أبو بدر، وأفضل إخراج. الحمد لله رب العالمين، يعني هذا شيء كبير وسام على صدري. أنا الآن فرحان، يعني أمس كان الحفل، إلى اليوم أنا فرحان وتلقى التهاني والتبريكات. صحيح. والحمد لله رب العالمين. أهدي حق والدتي الله يطول بعمرها، وأهديه إلى زوجتي أيضا وإلى شعوب الخليج كلها هذا النجاح. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نقدم الأفضل في الأعمال والأعوام القادمة إن شاء الله. نعم احنا نبارك لكم طبعا يعني هذا الفوز المستحق بالجائزة، وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وفي النسخ القادمة يا رب إن شاء الله أيضا يعني تكونون من المكرمين بالجوائز القادمة. كل الشكر لك المخرج مناف عبدال الفائز بجائزة أفضل مخرج، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. إذا مشاهدينا، مشاركة شركات الإنتاج في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تعد فرصة ذهبية لإبراز إبداعاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم وتطوير شراكات استراتيجية في القطاع، وهذا ينعكس أكيد إيجابا على تطوير وازدهار صناعة الإعلام في دول الخليج. أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، أنا اليوم متواجدة في فندق الخليج عشان ننقلكم أجواء سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني التابع لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. تعالوا معي، خلينا ناخذكم جولة في المكان عشان نشوف أجواء المكان اللي يجمع بين شركات ومؤسسات الإنتاج سواء من مملكة البحرين أو على مستوى الخليج. رجعنا لكم مشاهدينا، ومعاي احد شركات الانتاج من المملكه العربيه السعوديه. يا هلا ومرحبا فيك. الله يطول عمرك، يا مرحبا الله ومسهلا. طبعا احنا سعيدين جدا بمشاركتنا في مهرجان الخليج للاذاعه والتلفزيون. طبعا احنا شركه انتاج، احنا انتجنا عده برامج من ضمنها برنامج شاعر رايه الموسم الاول والموسم الثاني، ايضا برنامج انسان، ايضا نظمنا مهرجان الخليج للاذاعه والتلفزيون في النسخه 15،
وعندنا ايضا في الاعمال الخيريه مركز الملك سلمان للاغاثه، طبعا عندنا في الانيميشن عندنا ركايب وعندنا عبد العزيز ونوره، وطبعا القادم اجمل باذن الواحد احد. بصراحه هاي المشاركه الاولى لنا في المملكه، واحنا جدا فخورين بصراحه بوجودنا بالمملكه، مملكه البحرين. بصراحه احنا نشعر بالفخر والاعتزاز بوجودنا، وايضا بالحفاوه والاستقبال ومدى الرقي والتقدم الموجود في مملكه البحرين. شكرا للمملكه وللقائمين على هذا المهرجان، شكرا لسمو الشيخ، شكرا لتلفزيون البحرين. واحنا مشاركتنا هون يعني لعرض اعمالنا العربيه والاردنيه بشكل اكبر، والتعرف على معظم قنواتنا المهمه مثل تلفزيون الكويت، تلفزيون الشارقه، عمان، البحرين، ونزيد العلاقات ويعني ونكبر مجال التوزيع بشكل كبير. طبعا نحن تواجدنا حاليا بمهرجان الاذاعه والتلفزيون الخليجي من اهم الفرص كشركه انتاج بالنسبه لي، انا هيك بعتبر من اهم الفرص لعرض اعمالنا، لبدء الانتاجات الجديده، لعقد اتفاقيات. وهي السنه كان كثير متميز بالافتتاح، شايفين الموده غالبه على طابع العمل، يعني ما شاء الله التواصل كثير سهل وبسيط مع بين المحطات وشركات الانتاج، وهذا شيء كثير مهم الحقيقه. وفي مصداقيه بالتعامل، في استثمار حقيقي، يعني نحن جايين بهدف عرض اعمالنا، عم نعرض الاعمال والحمد لله فورا عم نلاقي نتيجه بالتجاوب من المنصات ومحطات العرض، وفرصه لانه نتعرف على الامكانيات الجديده. والحمد لله يعني القائمين على هذا المهرجان كانوا عم يسعوا دائما خلال هالفتره هي لانه يفيدوا الشركات كرمال انه الاستمراريه. مشاهدينا، هذه كانت تغطيتنا لسوق الانتاج الاذاعي والتلفزيوني اللي يعتبر فرصه لشركات الانتاج والمؤسسات لابراز اعمالهم ومشاريعهم. كل التوفيق حق المشاركين، شكرا لكم. عودة لكم من جديد مشاهدينا. يعني احنا بس قبل لا نبتدي يعني اوجه تحية لزملائي يعني على هذه التقارير الجميلة والمميزة اللي قدموها، ونقلوا لنا يعني كل الأجواء المتعلقة طبعا بهذا المهرجان، وقدرنا طبعا نشوفه واحنا يعني موجودين في بيوتنا وموجودين حتى في العمل وحتى موجودين هنا في الاستوديو. يعطيكم ألف عافية. واحنا في مملكة البحرين مشاهدينا جدا محظوظين لأن تلتقي اليوم في مملكة البحرين العديد من قامات الفن الخليجي، فنانين ومؤلفين مخرجين وإعلاميين، كلهم هني في أكبر حدث خليجي يكرم الفن والفنانين. وضيفنا لليوم لمع في سماء الفن والنجومية، وهو عضو في العديد من لجان التحكيم، وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية في المملكة العربية السعودية، وكان من أبرز أعماله مسلسل طاش مطاش في جزئيه الأول والثاني. نرحب اليوم بضيفنا المخرج السعودي القدير عامر الحمود. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يا هلا وسهلا، حياك. يا مرحبا. احنا أنا مثل ما قلت يعني في المقدمة، احنا جدا محظوظين بوجودكم في مملكة البحرين، نرحب فيكم وهذه بلدكم بين أهلكم وأحبابكم. أول شيء أنا أشكركم على الاستضافة الحقيقة، والبحرين عشق بالنسبة لي. الله. لأنه أجمل أعمالي أنا اشتغلتها في البحرين ونفذتها في البحرين بكوادر بحرينية بالكامل، اللي هما ساعدوني في موضوع التصوير والإضاءة والصوت جميعا. نعم. وكانت البداية بال98 في مسلسل اسمه برويشد. نعم. وبعدين عاد الأعمال تتالت، فيربطني في البحرين علاقة جميلة، لأنه الحمد لله وشكر يعني جميع هذه الأعمال لقت صدى جماهيري جيد ولا زالت
في ذاكرة الجمهور ولله الحمد. فيعني أنا في بيتي. أكيد في بيتك وبين أهلك يا أستاذ. أستاذ عامر، يعني إحنا يمكن قبل شوي تحت الهواء كنا ندردش عن المشاهد اللي أمس شفناها في المهرجان، يعني كانت مشاهد حلوة ورجعتنا لسنين قديمة وراء. يعني أعتقد أنه أحمد الشيخ لما يذكر اسمه في عمل فني دائما يتبادر إلى ذهنك أن يكون هناك شيء مختلف. وللأمانة البارحة كان حفل الافتتاح مختلف بمعنى الكلمة. كان في عنصر المفاجأة عالي جدا لما يعني والذكاء اللي كان موجود عند أحمد، أنك أنت يعني مذيعة الحفل تقدم ضيوف للكلمة، تدعوهم للمسرح أن يقدموا كلماتهم، وتستدعي إعلامي أن يقدم الكلمة، ويكتشف الجمهور فيما بعد أنه هذا جزء من الأوبريت. صحيح. فحتى موضوع الشرقة والكحة يعني كان الجمهور صدقناه احنا خفنا عليه. اسمع، أنا الحمد لله يعني أنقذني أني أنا شفت قبلها وزير الإعلام كان عامل زيارة لل يشوف اللي هو الظاهر البروفات. نعم. فقرأت اسم الممثل اللي حيكون موجود، فأنا يعني نوعا ما كنت يعني عندي إحساس إنه إيش حيحصل. نعم. بس الغالبية الحقيقة تفاجؤوا بشكل كبير جدا، وهذا كان فعلا مدخل ذكي جدا للأوبريت. أيضا استدعاء شخصيات عظيمة جدا في مجالنا فقدناهم زي عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه، عبد العزيز جاسم من الأسماء اللي ربطني أعمال فيها، خالد سامي في برويشد أيضا من نجوم العمل اللي كانوا، ووجودهم أيضا بطريقة جميلة أن يتواجدوا بهذا الحجم على خشبة المسرح. الربط ما بين عبد الحسين وسعد أنه هو يستحضر على الشاشة وسعد الفرج يكون لايف على الخشبة ويكون صحيح بينهم حوار. الأوبريت الكلمة صحيح، الإخراج، البنت الجميلة الصغيرة أيضا، الاستعراضات مثل ما كنا نتكلم فعلا عادتنا إلى أيام زمان، أيام الكويت، شاهد الخليج، هذه الأيام، الرقصات الحلوة، الرقصات الجميلة. نعم أستاذ، يعني حتى الدان اللي كانت تحلق فوقنا يعني هذه كانت حركتها جدا يعني جميلة. والقضية المطروحة قضية الإعلامي أو مسمى أو لقب إعلامي، يعني كيف أن هذا اللقب اليوم يعني لا ثقل ولا وزن ولا حجمة، مو كل شخص يطلق عليه إعلامي إلا الشخص الصبور. صح. والإعلامي الحقيقي، فهذه يمكن يعني مسنا كلنا صراحة. أعتقد أنها رسالة بوقتها، إحنا دائما نقول الموضوع المهم في الوقت الأهم. تحديدا في هذا الوقت أن يطرح موضوع بهذا الشكل وبهذا الحجم للحفاظ على سمعة وكرامة وأيضا العطاء المبدعين والمثقفين والفنانين في ظل وجود الزخم الكبير من المتواجدين في وسائل التواصل الاجتماعي كوسائل موجودة، والخلط اللي موجود ما بين مقدم المحتوى والإعلامي والمثقف، يعني صارت نوعا ما في تداخلات. أن يقدم عمل يحمل رسالة بهذا الشكل أعتقد أنه كان توقيته جيد جدا ووصل للناس يعني بشكل فعلا جيد. أستاذ، يعني إحنا يعني نركز أو نسلط الضوء على يعني خلينا نقول العنوان العريض لهذا المهرجان اللي هو جائزة الدانة. اليوم لما يطلق أو تطلق يعني هذه الجائزة في وقت جدا يعني مهم وجود مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، أن يحظى ويفوز أي شخص بهذه الجائزة يعني يعتبر يعني شيء مميز أكيد، وخصوصاً أنه تطلع من مملكة البحرين دانة الخليج. نعم. دانة الخليج. الحقيقة أنا كان لي الشرف أنه تلقيت دعوة من القائمين على مهرجان الدانة بترشيح عضو لجنة التحكيم في هذه المسابقة، وهي مثل ما علمت يعني والجميع يعلم انه مبادره من الشيخ خالد. نعم. والحقيقه يعني المبادره كانت رائعه جدا وجميله جدا، غطت كثير من النقص اللي موجود عندنا احنا اللي نحتاج له في الخليج. اللي هو تقدير عناصر العمل الفني. نعم. يعني جميل ان يحصل العمل على جائزه، ولكن هناك عناصر متبقيه يجب ان
تحظى بهذا النجاح اللي هو الإخراج، ممثل أول، ممثل ثاني، ممثل أول. فبالتالي هالعناصر اللي موجودة في هذه الدانة وفي هذه الجائزة هي احتياج مهم جدا أن يكون موجود بالتوازي مع مهرجان الخليج. وأنا أعتقد أنه يعني أنها مبادرة كريمة من شخص كريم لدعم العمل الإبداعي الخليجي بالذات، وكان مركز عناصر الجائزة على الخليج بشكل عام. أيضا في جائزة موجودة للأعمال العربية، ولكن الخليجية كان فيها تفاصيل الجوائز بشكل أكبر. يعني نعم، يعني كنا نتكلم عن المهرجان، ولكن أنا حابة أن يعني نسلط الضوء على إقامة مثل هذه المهرجانات. إلى أي مدى مهم أن يكون في مثل هذه المهرجانات وتعطي فرصة أن يكون في التقاء ما بين الفنانين والمبدعين؟ أول شيء خلينا نتكلم على مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. أعتقد أنه هو يعتبر من أهم المهرجانات، ومهرجان عريق جدا لأنه الدورة 16 وهو يقام كل سنتين وأيضا في فترة زمنية توقف. بالتالي هو يعتبر من أقدم المهرجانات اللي موجودة اللي إحنا نحرص دائما على التواجد فيها، لأنه فعلا من خلال هذا المهرجان نؤكد هويتنا، نؤكد أيضا تجاربنا اللي احنا قاعدين نقدمها، التنافس الشريف اللي موجود أيضا بيننا وبين بعض. يعني البارح كان الحقيقة برضو هذه برضو شغلة جميلة شفتها في المهرجان. كل جائزة في الدانة كل المرشحين ثلاثة، فكانوا تطلب من عندهم الوديعة أن يقفوا عشان تعلن النتيجة، فكان اللي يجوا في كادر واحد صحيح. اللي هم المتنافسين الثلاثة فئة واحدة. فالجميل والحلو أن تجدهم يعني حتى لما يعني يأخذ الجائزة زميل آخر، الآخرين يصفقوا له، يفرحون له. وهذه أول مرة يعني أنك تشوف يعني المشاعر بنفس اللحظة. فحلو كنا البارحة نشوف نستمتع اللي فازوا، حتى اللي ما فازوا مجرد أن تجمعهم كادر واحد الثلاثة فهم فائزين في المحصلة صحيح. النهائية. إحنا نعم أستاذ يعني تعودنا في الخليج أن يعني تجمعنا الهوية الواحدة، القيم الواحدة، الرؤى الواحدة، العادات والتقاليد. فمو غريب أن يفرح البحريني للسعودي والسعودي للكويتي والكويتي للإماراتي. طبيعي أن يعني هذه الفرحة تكون موجودة. أكيد. ما في شك. يعني حتى عشان كذا يعني مثلاً الجوائز جزء كبير منها راح للسعودية وأنا أعتقد لما راح للسعودية مش أوكي، إحنا الحمد لله وشكر نعيش نهضة ثقافية كبيرة عندنا في المملكة من خلال رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في شتى المجالات الحقيقة، وأيضا الثقافة والفن من أهم المجالات اللي موجودة، وعندنا تجارب أصبحت يعني مهمة في مجال الأفلام ومجال المسرح وأيضا الدراما التلفزيونية. فأنا أعتقد أنه لأنه إحنا السنة هذه حصلنا على الكم من الجوائز، أيضا لأنه إحنا عندنا عدد كبير من الأعمال نفذت في هذه السنة صحيح. يعني لما تشوفي أربع أعمال أو خمس أعمال خليجية موجودة في المسابقة فهي سعودية، ومثلا عمل من إخواننا في أبوظبي وعمل مثلا من دولة أخرى. فإحنا الكثافة السنوات الأخيرة في الإنتاج السعودي أصبحت كثافة يعني بالأعمال بشكل كبير، فأكيد حتستحوذ على هذا العدد من الجوائز. ولكن الجميع بارك يعني الأمانة، يعني كلنا بيننا وبين بعض إخواننا في كل من دول الخليج بشكل عام يعني كانوا مبسوطين وسعيدين جدا. وأصلا هم لما كان قبل لا يعلن عن الجائزة كان الجمهور بعض الأحيان يقول من هو صاحب الجائزة أو الفائز يعني. نعم. أيضا يعني يكون المعرض، معرض طبعا الإنتاج يكون دائما مصاحب للمهرجان صحيح. مثل هذه المعارض أيضا تعتبر فرصة يعني صحيح. من خلالها طبعا يكون في تتم العديد من الصفقات، يكون في تبادل خبرات أستاذ، وتساهم بشكل كبير في أن هي تطور المنتج أو العمل. المنتج في الأخير هو يرجع للخليج يعني بشكل عام، فشو رأيك بمثل هذه المعارض المصاحبة؟ مهم جدا وجود السوق اللي هو المصاحب للمهرجان، والأمانة يعني فعلا أنه في بعض الأعمال تنتج من خلال المهرجان نفسه، يعني بعض اللقاءات المثمرة الجيدة بين القطاع نفسه في الهيئات، أيضا الشركات الإنتاجية مع المؤسسات مع العاملين على هذا القطاع تولد بعض الأحيان أعمال قادمة وأعمال مهمة. المهرجان هو لقاء فعلا.
وهو للأمانة يعني تواصل عن يعني تعرفين احنا عملنا صعب جدا وانت احد العاملين في هذا القطاع. الغياب عندنا عن الناس الاخرين يشكل جزء كبير من حياتنا. صحيح. لانه اعمال مسلسلات وبعدين تاخذ معنا فتره زمنيه من 6 شهور 7 شهور حتى يعني تغيب عن عالمك اسرتك. فلما يجي مثل هذا المكان ويجمعنا كلنا تحت سقف واحد الحقيقه يعني يعملنا ريفرش مره ثانيه يعني فعلا. يعيد العلاقات، يعيد الموده، يعيد الصداقه، يحسسك ايضا التجارب الجديده اللي قاعد تقدم من خلال الاعمال المحليه او الاعمال بشكل بالخليج بشكل عام. فانا اعتقد انه مهم، اتمنى من الله التوفيق والاستمرار في هذا المهرجان وان لا يقف باذن واحد احد، لانه هو فعلا فخر بالنسبه لنا. صحيح. فخر انه مهرجان الخليج لاذاعه التلفزيون بدورته 16، وفخر ان يقام على مملكه البحرين، مملكه الخير. نعم. مملكه العطاء. واحنا حتى لما نجي المهرجان ما نجي بس المهرجان، نجي للبحرين. نعم. للامانه يعني يعني جزء من جيتنا احنا جايين للبحرين اللي حيقام فيها المهرجان. لذلك احنا محظوظين والله، احنا محظوظين بابناء الخليج، يعني هم أبناء البحرين أصلاً يعني. ويعني الشيء بالشيء يذكر، يعني خلال هذه الفترة يمكن كثير من الأحداث توالت على البحرين. لذلك البحرين هالشهر خليجية بامتياز، يعني يمكن القمة شهدنا احنا القمة العربية، وكذلك يمكن اجتماع وزراء الإعلام. من ضمن الشغلات اللي كنت بقول لك اياها البارح، كان يوم عظيم الحقيقة. نعم. ان يحضر هذا الكم من وزراء الإعلام، أعتقد 22 دولة أعتقد من وزراء اللي حضروا افتتاح المهرجان وفي هذه المناسبة الجميلة، الحقيقة كان بالنسبة لنا فخر فعلا أن نشوف هل أصحاب القرار فعلا موجودين في هذه المناسبة. صحيح. أنا راح أتواصل معك يعني في هذه النقطة، هذه النقطة تحديدا جدا مهمة، بس اسمح لي أرجع إلى ضيفنا الكريم. معنا النجم من نجوم الفن الخليجي الفائز بجائزة أفضل ممثل خليجي في هذه النسخة من المهرجان، الفنان القدير عبد المحسن النمر. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. مرحبا أختي، سعد الله مساكم وحيا الله البحرين وهدها. الله والنبي حييك يا مرحبا. أول شيء أستاذ احنا نبارك لك طبعا حصولك على جائزة أفضل ممثل، فكلمنا عن شعورك. طبعا وش خليني أرحب بس بالأستاذ عامر، لأنه سمعت آخر الكلام، أنا سعيد بوجوده يعني، ودائما هو جزء من تجاربنا الطويلة يعني، وحياه الله. وأنا فعلا مبارح يعني كان بالنسبة لي حالة عرض خليجي بامتياز. هذا التواجد الكبير، هذا التنظيم الدقيق، العرض يكفي عرض الافتتاح وما حمل من مخزون فني عريق فعلا يعني. شفنا المسرح وشفنا السينما وشفنا التلفزيون في عرض واحد، كانت حالة احتفالية عالية جدا. حضور سمو الشيخ خالد بن حمد أعطى هذه المناسبة وهج كبير جدا، وحضور هذا الرجال الإعلام اللي هو من الطراز الأول، عدد كبير من الفنانين، الكل يشعر بأن بيته وفي مكانه، كان شعور جميل جدا، وكانت فعلا المشاعر أعلى من كل الجوائز. نعم. مبروك يا أبو بدر، مبروك حقيقة. الله يبارك فيك. تستاهل أنت قامة وقيمة الحقيقة، وما قدمته في هذا العمل هو ثمرة عطائك السنين الماضية الحقيقة، وباين إخلاصك وجهدك ومحبتك لزملائك في هذا المسلسل، وأعتقد أنه هذا يعني ما وصلك إلى هذا النتيجة، وأنت تستحق وتستاهل أبو بدر. شكرا، شكرا لك أبو عامر، شكرا، هذا من لطفك. نعم أستاذ عبد المحسن، شلون توصف الأجواء يعني في المهرجان بشكل عام، والأجواء التنافسية اللي شفناها من جهة ثانية فيما يخص الأعمال؟ والله طبعا انا اول شيء يعني هي مناسبه جميله ان انا هني كنت ملاقي في خيط المعازيب اللي ما شاء الله اكتسح الجوائز وهذا طبعا دليل على انه اي عمل يعني فعلا يعني يقدم باتقان وبروح مليئه بالشغف وباخلاص نتائجه تكون مبسومه وواضحه عند الجميع. اهني كل زملائي المشتغلين بهذا العمل، واهني دوله البحرين اولا على نجاح هذا المؤتمر الفني، خلينا نسميه اذا صح التعبير. سعيد جدا انه انا يعني في البحرين افوز بجائزه، والبحرين انا لي علاقه مختلفه معاه شويه يمكن عن بقيه الفنانين، بحكم انه انا ابن التجربه البحرينيه
يعني من 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 بداياتي وانا مع التجربه البحرينيه لصيق فيها تماما، تعلمت فيها الكثير. وهذا اللي قلته البارح بتلقائيه تامه، انه انا عدت الى بلد من الوجدان اللي انا تخرجت منه، وانا احمل جائزه نجاح، فكان الشعور شويه مختلف عندي ما بين الغبطه وما بين الشعور بالانتماء. حاله كانت كثير مختلفه، يعني صعب اني انا اقدر اعبر عنها بكلمات بسيطه. نعم مبارك لك الفوز، وتستحق هذه الفوز استاذ عبد المحسن النجم السعودي عبد المحسن النمر. سعدنا بهذه المداخله، والف مبروك مره ثانيه، وشكرا جزيلا لك على هذا الاتصال. شكرا جزيلا، شكرا أختي، الله يعطيكم العافيه. شكرا لك. نرجع لك استاذ، طبعا كنا نتكلم عن المشهد العام اللي عاشته البحرين يعني خلال هذه الفتره، يعني بدءا من القمه، وجود وزراء اصحاب القرار مثل ما ذكرت، وجودهم يعني كان دعم اكيد يعني لكل الشعوب شعوب الخليج. نعم اعتقد البارح يعني يكفينا راعي المهرجان الشيخ خالد بن حمد ان يكون هو داعم لهذا المهرجان ال16 بالذات من خلال مبادرته. نعم. وجوده كان بحد ذاته الحقيقه شيء مهم جدا، عطى المهرجان قيمة أيضا مختلفة. وجود مثل ما قلت لك قبل شوي الوزراء، يعني نادر أن تجد الحقيقة هذا العدد الكبير من الوزراء في الدول العربية ودولنا الخليجية موجودين في فعالية. صحيح. يعني العادة يجتمعون في 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 غرف مغلقة ويأخذون قراراتهم ويمشون يتوكلون على الله. صحيح. بس أن يتواجدوا في محفلهم هم وفي مجالهم هم، يعني هم وزراء اعلام وموجودين داخل احتفاليه اعلاميه اللي هي افتتاح مهرجان الخليج، ويشاهدوا تجربه مختلفه جميله جدا من خلال ما قدم على المسرح في افتتاح المهرجان. اعتقد انه كان يعني يوم مختلف ويوم عجيب وجميل، وهم انفسهم كاصحاب قرار يجب ان يكونوا فكره اجمل وارقى عن ما يقدم من خلال العاملين في هذا القطاع. صحيح. يعني هم برضو هذه بالنسبة لنا، طبعا احنا ما قدم على المسرح من قبل زملائنا في البحرين. صحيح. اللي هو بقيادة معالي الوزير اكيد، لانه هو كان مثل ما قلت لك يعني حضر حتى الجنرال بروفا وكان يتابع عن قرب. صحيح. وشفت لبعض الصور وتابعته في الاعلام، فهو يعني بإشراف على هذه التجربة، وأيضا بمجهود الزميل أحمد الشيخ وأيضا العاملين في العام، فكل ما قدم على خشبة المسرح هو يمثلنا كلنا. صحيح. يمثل كل الحضور اللي موجودين من كل مجلس تعاون، فهذه رسالتنا. نعم. اللي احنا قاعد نقدمها لكم يا وزراء الإعلام اللي انتم موجودين وحاضرين في الصفوف الأمامية. فنتمنى أنه يعني فعلا أن تؤخذ هذه الرسالة يعني بمأخذ جميل، وأن تكون داعم لنا في تجاربنا القادمة. نعم، خصوصاً أن يعني الفن والإعلام والصحافة من تأليف وكتاب، يعني هذه الأذرع كلها يعني تكون تحت مظلة الإعلام هي رسالة نبيلة. صح. والفن رسالة نبيلة كذلك. واجب على يعني كل الجهات أن يعني تقدم مضمون يرتقي بالخليج وأبناء الخليج. أنا أشكر لك جدا، محب أن أنا أختم اللقاء معك أستاذ. كل الشكر لك على وجودك الأستاذ القدير عامر الحمود، نتمنى إن شاء الله لك كل التوفيق يا رب في قادم الأعمال يا رب. شكرا لك، وشكرا للزملاء في تلفزيون البحرين، وشكرا للمتابعين. الله يسلمك، شكرا لك. إذا مشاهدينا، وسط أجواء إبداعية وضيوف أسطروا بفنهم أرقى معاني الفن والإبداع الخليج العربي، يعني خلونا أو يمكن حلوا اليوم ضيوفنا في مملكتنا الغالية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورة 16، حل المهرجان كتعبير عن الامتنان والاهتمام الذي يلقى هذا الفن وهؤلاء المبدعين من مملكة البحرين، حيث يعد المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة. خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي وثق لنا أجواء سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وراجعين مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو.
بالحسن الطالع انه انا راجع من مهرجان كان قبل يوم واحد، غيرت ملابسي وجيت لي. انا سعدت بهذا الحضور، سعدت بهذه الصفوه المتميزه، هذه الكوكبه العاليه المستوى من مخرجين ومبدعين وفنانين وتقنيين واعلاميين من الطراز الاول. اجيال هذا المهرجان يعتمد على المجايله. انا اسعد جدا حينما اشوف نجوم كبار وشباب في بدايه الطريق، لما يكون على المسرح سعد الفرج وفي نفس الوقت شجون، لما اشوف فنانين البحرين الشباب واجيالهم، لما اشوف فنانين المملكه وعمان والامارات والبحرين. هذا امر يسعدني حقيقه. الحركه الفنيه الان في تميز، وهذا المهرجان يؤسس الى انطلاقات ايجابيه ورهانات. انا كشخصيا راهن على جيل الشباب، واعتقد بانه انا الامان لكي يحقق جيل الشباب حضورهم وبصمتهم ومكانتهم. اكيد يعني اليوم احنا سعيدين في هذه المشاركه، حتى في المسابقات الحمد لله الكويت مشاركه في جميع المشاركات الاذاعيه والتلفزيونيه، فمؤكد ان شاء الله احنا نكون لنا نصيب ان شاء الله السنه هذه في بعض الجوائز، حالنا حال التلفزيونات الاخرى ان شاء الله. نحن بنبض جزء من رسالتنا هي دعم المهرجانات التي تعنى بالإعلام العربي، وكيف نقدر نحن نرتقي بهذا الإعلام، فهذا جزء كتير كبير نحن من رسالتنا. فلذلك نحن قررنا أنه نحن نكون جزء من الرعاة الإعلاميين، وهذا الشيء نحن أول سنة نحن بنعملها بس، ولكن هذه ما حتكون آخر سنة. نحن إن شاء الله حنكون مستمرين بهذا التعاون مع المهرجان مع الدورات القادمة إن شاء الله. نحن صرنا أكثر من 30 سنة كل ما بيكون المهرجان بيصير صار عمره 25 سنة بالضبط، بنكون موجودين هون وبنحب نشارك مملكة البحرين لأنه بنحس حالنا كثير قراب لها بالقلب. وهيدي انا هيدي زيارتي اذا بدك على مهرجان البحرين اكثر من 12 سنه بجي لهون، وهيدي السنه جينا تنشارك معكم. هيدي اول مره بنجي من وقت الكوفيد بالحقيقه، وكثير مبسوطين. كانت التنظيم حلو، امبارح كنا بالاحتفال كمان وكان كثير حلو. أعود لكم الجديد مشاهدينا، وفي هذه الفقرة بنتكلم عن الإعلام الجديد. لما نقول الإعلام الجديد فإحنا نقول التفاعلية، أو نقصد بالتفاعلية الرقمية، الانتشار السريع واللامركزية، والأهمية الإعلام الجديد في وقتنا الحاضر. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أكاديمية الإعلام الجديد، وهي منصة رائدة للتعليم وصناعة المحتوى الرقمي في العالم العربي. يسعدنا استضافة الأستاذ حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد من دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. حياك الله أختي هيا، وشكرا جزيلا للاستضافة، وشكرا للبحرين ولشعب البحرين وجمهور البحرين في المهرجان. سعيدين وجودنا معكم. والله احنا اللي سعيدين، واحنا اللي تشرفنا فيكم، والشكر لكم انتم لان نورتوا البلد. هذه بلدكم. نوركم عليكم. يا مرحبا فيك استاذ. استاذ طبعا يعني صناعه المحتوى اليوم اصبح حاجه ملحه بوجود طبعا الاعلام الجديد، ووجود الاكاديميه يعني ياتي في وقت جدا مهم لتنظيم طبعا المحتوى، ويتم يعني صناعه محتوى يليق ب الخليج، يليق بأوطاننا، يليق برؤاننا في الخليج. فأنا حابة أن يعني أتعرف أكثر على الأكاديمية، متى تم تأسيسها؟ مثل ما تفضلتي أختي هيا في البداية، اليوم خلنا نقول شو سبب وجود أكاديمية الإعلام الجديد. نعم. لأن من السبب تأتي الرسالة وتأتي الرؤية وتأتي الحاجة. أكاديمية الإعلام الجديد خلنا نقول خلال العشر سنوات الماضية حصلت هناك نوع من الفجوة. الإعلام الرسمي، إعلام التلفزيون، إعلام الإذاعة، إعلام المؤسسات، إعلام موجود ويعطي الكثير ولا زال يعطي الكثير، ولكن مع دخول منصات التواصل الاجتماعي يعني هناك يعني خلينا نقول
عدد غزير جدا من المحتوى يتدفق إلى الوطن العربي بشكل كبير جدا. نعم. لدرجة أن الوطن العربي صنف في تقريبا أواخر 2017 بأن رابع أو خامس أكبر مستهلك للمحتوى الرقمي في العالم مقارنة بحجم الإنتاج. الإنتاج لا يشكل حتى 3%. فاليوم لما يكون عندنا هذه المقارنات والمفارقات، يعني اليوم المحتوى أصبح المصدر الرئيسي للسلوكيات، للعادات الثقافية، للقيم، وصل إلى الدين حتى في بعض المجتمعات. فلما يكون هذا التداخل حصل بهذا الطفرة، فوجب أن يكون هناك وقفة، وجب أن يكون هناك مكان يتحرك بطريقة شوية مختلفة ومغايرة. فبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ بن راشد الله يحفظه، تم إطلاق أكاديمية الإعلام الجديد في يونيو 2020 لإثراء المحتوى العربي الهادف على مستوى الوطن العربي. فأتت الرسالة من هنا في خلق بيئة إيجابية حاضنة عملاقة تحتضن وتوفر كل ما يحتاجه صانع المحتوى الإيجابي والهادف من علم، من معرفة، من مهارات، وكذلك من فرص لتدعم ليستمر. وهذا ما تقوم به الأكاديمية. جميل. حابة أيضا أتعرف أكثر على شنو هي أهم التخصصات أو خلينا نقول المحتوى اللي يتم تقديمه من خلال هذه الأكاديمية. يعني بتوفيق رب العالمين اليوم الأكاديمية ليست فقط مجرد أكاديمية بالاسم، يعني اليوم الأكاديمية خلنا نقسمها أيضا. الأكاديمية طال عمرك هي عبارة عن مؤسسة بثلاث قطاعات. القطاع الأول هو قطاع التعليم من اسم الأكاديمية. في هذا القطاع نهتم بتطوير جانبين أساسيين، اللي هو جانب صناعة المحتوى وكذلك إدارة منصات التواصل الاجتماعي، نعتبرها مثل إيكو سيستم يكبلون بعض. ففي صناعة المحتوى نعلم كل المهارات المتعلقة من الكتابة والسرد القصصي والأفكار، ثم التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف النقال، ثم أيضا التعامل مع النشر في وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن نحاول من خلال المهارة هذه نطورها مع كل من يهتم في صناعة المحتوى في جانب الديجيتال ماركتينج، وهو خلنا نقول التسويق الرقمي. ندرب المهارة هذه لمسؤولين الاتصال في المؤسسات سواء الخاص أو الحكومة. ليش اليوم؟ لأن أنا أحتاج إلى صانع المحتوى أن يستمر. استمرارية تحتاج إلى خلنا نقول إنفاق، إلى دعم معين. فمع وجود المهارة والرسالة الجيدة عن صانع المحتوى، يجب أن يكون هناك في الطرف الآخر من يستثمر فيهم، اللي هم مسؤولين الاتصال. فلما يكون عنده العلم الجيد بيعرف يشتغل عند الشخص المناسب. لأن في الفترة الماضية كان هناك يعني مفارقات ما بين من عنده متابعين أكثر وما بين من عنده جمهور سليم ورسا خلنا نقول وتأثير حقيقي. ففي الجانب التدريبي أيضا الأكاديمية بفضل الله خلال 4 سنوات دربت ما يزيد عن 70,000 متدرب في الوطن العربي. عندنا أكثر من 53 برنامج تدريبي، من البرامج القصيرة، البرامج المتوسطة إلى الدبلوم، وكلها برامج مهنية عملية. تقوم الأكاديمية بتوفير الكثير من البرامج التخصصية على مستوى القيادات، على مستوى المسؤولين. تتعامل مع المؤسسات، تتعامل مع الأفراد. في القسم الآخر عندنا برنامج كل سنة نطلقه اسمه برنامج فارس المحتوى. البرنامج هذا طال عمرك هو برنامج عبارة عن خلنا نقول مهرجان لصناعة المحتوى. في كل سنة نفتح باب التسجيل لمن لديه العلم، المعلومة السليمة، وخلنا نقول أصحاب التخصصات. فنستقطب تقريبا ما لا يقل عن 1500 تسجيل كل سنة. من 1500 نفلترهم إلى 500 ثم 300 وصولا إلى 50 شخص يصلوا للمرحلة النهائية ويتم إدخالهم في برنامج فارس المحتوى. برنامج فارس المحتوى يعتبر من أقوى برامج صناعة المحتوى في الوطن العربي، وبرنامج مكثف 6 أسابيع متتابعة يتعلمون كل ما يعنى بصناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي. ويتم استقطاب المنصات بشكل رسمي من تيك توك وسناب شات وميتا، فيس إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وإكس، يكونون معنا جزء من البرنامج التدريبي، وكذلك أبرز الخبرات والعقول لمستوى العالم. ندربهم، بعد التدريب نختار أفضل 20. الأفضل 20 هذه ننتقل فيهم للقسم الآخر في الأكاديمية، اللي هو قسم إدارة صناع المحتوى. عبارة عن منظومة ضخمة تقدم خدمات خلنا نقول تجارية لصناع المحتوى، تحاول تخلق لهم فرص عمل في السوق من خلال الإعلانات وإلى آخره، بالإضافة إلى قسم آخر يطورهم بشكل مباشر، استراتيجيات وخلنا نقول الفيجوال أيدنتيتي والبراندينج لكل صانع المحتوى، هويته البصرية. المميز في فارس المحتوى أن كل من يشارك به هم عبارة عن أطباء، مهندسين، سياحيين، الاقتصاد،
في الفضاء، في التغير المناخي، في 25 قطاع علمي، وليس مجرد فقط شخص لديه الرغبة أن يصبح في الإعلام. جميل. فنحتاج إلى مثل هذه الفئات تكون موجودة ويانا في فضاء السوشيال ميديا لإيصال رسالة إيجابية. القسم الأخير من الأكاديمي هو قسم الإنتاج والمحتوى، هو مثل برودكشن هاوس ننتج فيه برامجنا الخاصة في الأكاديمية، والتي تحمل طابع جديد دائما، نوظف فيها أبرز التقنيات، أبرز آليات السرد القصصي، ونحاول نخلق فيها صورة جديدة. وعندنا برامج مثل برنامج الدحيح الأكثر متابعة في الوطن العربي، برنامج بوكافين، البرنامج الذي طبعا عبارة عن بوك ريفيوينج، برنامج الكتب ولكن يتابعه أطفال في عمر 10 سنوات. عندنا برامج الفيزياء والكيمياء مع النيرد العربي، وكل سنة عندنا سكاوتينج على مستوى الوطن العربي، نحاول نستكشف النجوم ونستقطبهم في الأكاديمية ونحاول نخلق لهم فرص. نعم جميل. أنا يمكن أكثر شيء يعني استوقفني أن يتم التركيز على جمهور سليم وليس العدد، واحنا هذه يعني كلنا اكيد اللي يعني نطمح له، لان الرساله وتاثيرها لابد انها تترك يعني اثر ايجابي. صحيح. في الاخير احنا لازم انه يكون عندنا يعني من مخرجات صناعه المحتوى انه يكون في جمهور سليم والرساله تكون يعني تاثيرها يكون ايجابي. انا بس حابه اسال يعني استاذ ان الاكاديميه كيف ممكن انه يعني تساعد او تساهم في تطوير المحتوى الاعلامي؟ جميل جدا. من خلال التوليف اللي تحاول الأكاديمية تستهدفها في أنهم يكونون صناع محتوى، ذكرت لك في إجابتي السابقة، اليوم لما يكون عندي طبيب، لما يكون عندي مهندس، لما يكون عندي أصحاب مخزون علمي وفكري معين مكناهم من مهارة صناعة المحتوى، شو تتوقعين المحتوى اللي بيطلع من عندهم؟ أكيد محتوى قيم معرفياً، وعندهم خلنا نقول أدوات المتعة البصرية وكذلك ما يعنى بالجانب الإعلامي، وهم وظفوا رسالتهم بالمهارات الإعلامية اللي تعلموها. فلا شك أن المحتوى اللي بيطلع من عندهم بيكون قيم معرفيا، قيم ثقافيا، وهم أيضا عيال البلاد من عندنا في دولة، مواطن دولة الإمارات ومن المنطقة العربية، فهم يمثلون شعوبهم، يمثلون مجتمعاتهم، ولكن نخبة في هذه المنطقة. فالمحتوى العربي سيرتقي بهؤلاء إن شاء الله تعالى. وأعتقد إحنا خلال 4 سنوات يعني هناك فرق كبير جدا في فضاء السوشيال عندنا في الميديا عندنا في المنطقة. يمكن قبل 4 سنوات أو ما سبق ذلك كان هناك الكثير من الشائعات، الكثير من الأخبار المغلوطة، الكثير من الممارسات اللي ممكن ما تمثلنا. صحيح. كشعوب خليجيين أو كشعوب عربيين في المنطقة. اليوم أعتقد هناك مساحة جيدة للمحتوى الجاد، للمحتوى الإيجابي، للمحتوى المعرفي. تلقى الكثير من الناس اليوم يوم يدخل السوشيال ميديا يتابع حسابات تخصصية، على عكس السابق كان يدور الحسابات اللي شوية فيها خلنا نقول قد لا تليق بالدرجة الأولى ترفيهية. لا، اليوم في عزوف وفي توجه للمحتوى الإيجابي الهادف. أنا راح أواصل معك طبعاً الحديث الشيق عن كثير يعني يمكن من المحاور، بس إذا تستأذني عندنا اتصال، خلينا بس ننتقل إلى الاتصال. عندنا مشاهدينا طبعاً فيما حدث طبعاً في مهرجان خليج الإذاعة والتلفزيون، يعني في كثير من آفاق إعلامية أرحب وفرص حقيقية لإثراء العمل الإعلامي، وملتقى خليجي يعتبر تتوحد في كل الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي. يضم هذا المهرجان طاقات شبابية جبارة ومبدعة في هذا المجال، المذيع المتألق حاتم البدراني مدير البرامج ومذيع في إذاعة MBC FM معنا عبر الهاتف للحديث عن العمل الإعلامي في الإذاعة والبرامج وتطلعاتهم لتحقيق عمل إذاعي مميز. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذة هيا، وأيضا أرحب بضيفك الكريم وبكل مشاهدين قناة البحرين، واحنا سعيدين بوجودنا بين اهلنا وناسنا بمملكه البحرين، المملكه العزيزه علينا جميعا، في هذا التجمع الاعلامي المميز اللي ايضا نسعد فيه بان نتواجد في عاصمه الاعلام العربي لعام 2024 المنامه. نعم، الله يعز شانك، والله احنا اللي سعداء بوجودكم معنا، يعني البحرين جميله صايره بوجود اهل الخليج فيها. استاذ حاتم، الى اي مدى يعني يثري تلاقي الخبرات في هذا النوع من المهرجانات اللي تصير يعني في الساحه الاذاعيه على وجه الخصوص؟ بكل تاكيد يعني احنا المؤتمر او هذا الملتقى يعني نسعد فيه دائما بعده جوانب، او شيء بالتجمع الاعلامي بين أبناء دول الخليج والتقارب الأكبر فيما بينهم، تبادل خبرات الإعلامية،
وايضا يضم يعني مسابقات مهمه جدا. احنا شاهدنا التميز اللي كان في حفل الدانا وتكريم النجوم اللي كانوا حاضرين. وانا بنوه ان التكريم ما شمل فقط الفائزين بجوائز مهرجان الدانا بقدر ايضا المتنافسين والمشاركين والحضور، لانه هذا يعني عرس اعلامي وخليجي كبير يعني نسعد فيه. ايضا على صعيد العمل الاذاعي والتلفزيوني، احنا نطلع بكره ان شاء الله لمعرفه الفائزين من خلال مسابقه البرامج اللي راح نعرفها غدا، وهي فرصه كبيره جدا للتنافس، لانه مثل هذه الملتقيات والمهرجانات تعزز العمل الاعلامي وايضا تساهم في عمليه التنافس المميز اللي تسعد ارتقاء بالجوده الاعلاميه من خلال الاعمال المقدمه. لذلك اليوم الاذاعات تتواجد وتتنافس بشكل مميز وتتقارب في اطلاع على التقرير الخاص بالمهرجان هذا العام في زيادة كبيرة جدا في البرامج المقدمة للمنافسة على المسابقات. هذا دليل على قيمة هذا المهرجان وقيمة حضوره وأيضا المنافسات الإعلامية اللي تتنافس فيه. فبكل تأكيد إضافة مهمة جدا للعمل الإذاعي مثل هذه الملتقيات مثل هذه المسابقات اللي نتمنى فيها التوفيق للجميع إن شاء الله. نعم، يعني أستاذ من وجهة نظرك يعني اليوم كيف تقيم دور الإذاعات الخليجية خصوصا في الوقت الحالي؟ طبعا شهادتي مجروحة أكيد. إحنا دائما نتناقش مع زملائنا في القنوات التلفزيونية عن التأثير والقيمة والوصول الإذاعي. نسعد دائما من خلال الإذاعات بالقرب أكثر من المستمع. الإذاعات على مستوى الخليج متقدمة جدا بجودتها ومحتواها وتنوعها وتخصصاتها المختلفة، وبالتالي أعتقد أن الإذاعات الخليجية يعني حتى كانت ذات مبادرات، يعني كانت مشاركة لديها عدة مبادرات، أذكر منها مثلا البث الخليجي المشترك اللي تم تدشينه من خلال الإذاعات الخليجية. نحتفي في كل عام في دولة خليجية في يومها وفي أعيادها الوطنية بمشاركة إذاعات الخليج. هذه المبادرة انطلقت من الإذاعة، ويعني كانت الإذاعات الخليجية سباقة فيها. فأعتقد أن اليوم جودة المحتوى الإعلامي المقدم، نعم، الأسماء المميزة الموجودة، اهتماماتها التنموية والاجتماعية والترفيهية لها دور كبير جدا، وهذا ما يميز الإذاعات الخليجية. إضافة الإذاعات الخليجية تزخر بكفاءات كبيرة جدا ودائما تقدم المادة الإعلامية بقوالب مختلفة، فبالتالي هي قريبة جدا من المجتمع ومحافظة على تأثيرها. ممكن بيتكم العزيز اليوم يمثل واحدة من الأكاديميات المهمة في الخليج بإعلام جديد، لكن احنا نقول أيضا لا زال الإذاعة تأثيرها وحضورها القوي. نعم، أستاذ حاتم البدراني مدير البرامج ومذيع في إذاعة MBC FM، كل الشكر لك. شكرا جزيلا لك أستاذ حياة ولبيتك الكريم. شكرا لك. عودة إلى ضيف الكريم أستاذ حسين، يعني إحنا قبل نختم في محور مهم أننا حابين نتكلم عنه إذا سمحت على عجالة بوجود هذه الأكاديمية، ونتخيل لو كان في كثير من نسخ على وجود نفس الأكاديمية هذه، كيف ممكن أنه أو كيف ترى يعني مستقبل الإعلام في المستقبل، كيف راح يكون شكله فيما يخص الإعلام الجديد؟ يمكن سواء لا شك أن إحنا نحتاج العشرات من الأكاديميات، لأن نحتاج إلى تطور مستمر، نحتاج إلى احتضان حقيقي واهتمام بالشعوب في المنطقة. نعم. اليوم بشكل بسيط جدا اللي حاب أقول لك يا أختي هي أن صناعة المحتوى ليست مجرد صناعة فيديو. صحيح. صناعة المحتوى هي عبارة عن صناعة قصة، صناعة رسالة، صناعة حياة للشعوب وعكس لمنظومة القيم اللي موجودة فيها. فكل من يعمل مثل ما أنت موجودة اليوم أختي الكريمة، وكل من يعمل خلف الشاشات، أنت شخص مساءل لأنك تحمل رسالة وتحمل حياة، فكذلك هي صناعة المحتوى، ولربما كانت أصعب لأن التفاعل فيها مباشر. صحيح. فكل صانع محتوى هو عبارة عن صانع حياة، يعني يصنع حياة إيجابية يعني يصنع حياة سلبية. صحيح. فنحتاج إلى الكثير من الأكاديميات، ولا شك أن باستمراريتها وبهذا التطور والتعلم المستمر والتطور المستمر بيكون هناك إن شاء الله تعالى تقدم على مستوى الفكر، على مستوى العلم، على مستوى المعرفة، وكذلك خلنا نقول استئناف الحضارات
في المنطقة العربية اللي أطلقها سيدي صاحب السمو محمد بن راشد قبل 5 أو 6 سنوات لمجموعة من المشاريع. فنسعى إلى إحياء المنطقة العربية الغنية بالثقافة الغنية بالتاريخ من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لعلها صناعة المحتوى جزء منها إن شاء الله. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب. وياك. ونتمنى يعني فعلا يعني نشوف الكثير أو العديد من الأكاديميات اللي يعني تعنى بصناعة طبعا المحتوى أو فيما يخص الإعلام الجديد. الأستاذ حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، نتمنى أنكم استمتعتوا في فقراتنا وبحديث ضيوفنا المميزين. نلقاكم إن شاء الله باكر في ختام أيام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وفي أمان الله.